ضجت مواقع التواصل الاجتماعي بخبر تعرض الممثل السوري تيم حسن إلى الاعتداء بشكل كبير في بيروت، وذلك بعد أن كان متواجداً داخل لبنان لتصوير مسلسل الهيبة بجزئه الأخير. وفي التفاصيل، نشر الممثل السوري تيم حسن صورة من كواليس تصوير الجزء الخامس من مسلسل الهيبة أثارت الجدل بين المتابعين عبر صفحته الخاصة على إحدى مواقع التواصل الاجتماعي، ويظهر فيها تيم حسن مدرجاً بدمائه. هذه الصورة أحدثت ضجة كبيرة بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي الذين عبروا عن قلقهم على صحة الفنان السوري تيم حسن، فيما قال البعض أن هذه الصورة هي من أحد المشاهد التمثيلية من مسلسل الهيبة، معربين عن حماسهم لمشاهدة هذه الأحداث التي تحمل الكثير من التشويق والأكشن. وعلق تيم حسن على الصورة مشيرا إلى إنهاء عرض نصف العمل والذي هو بعنوان الهيبة جبل، قائلا: حلقات الهيبة جبل أراءكم وتوقعاتكم للي رح يصير بجبل والهيبة. يشار إلى أنه وبعد الكثير من انتشار الشائعات التي قالت حول انفصال الإعلامية وفاء الكيلاني عن الممثل تيم حسن، جاء الرد حاسماً من الممثلة السورية القديرة منى واصف، وأكدت منى أنها تعتبر تيم بمثابة ابنها، وهي تعرفت على وفاء للمرة الأولى خلال برنامج تخاريف وتم كسر الحاجز بينهما. وعن حقيقة انفصال وفاء الكيلاني وتيم حسن، نفت منى هذا الأمر وأكدت أن علاقتهما جيدة جداً، وهي تعتبر وفاء بمثابة كنتها. وأضافت منى أن وفاء قد قدمت إلى بيتها عند وفاة المخرج السوري حاتم علي، وذهبتا سوياً إلى عزائه عكس ما قيل أنهما التقيتا هناك. وأضافت منى أن وفاء زارتها في بيتها، وذلك عند وفاة المخرج السوري حاتم علي، حيث زارتها وفاء وذهبتا سويا إلى العزاء. ولفتت منى أن علاقة تيم مع وفاء ممتازة، والدليل على أنهما قدما سويا إلى عزاء المخرج حاتم علي ثم ذهبا إلى منزل عائلة تيم، وبذلك يكونا قد نفيا كل ما أشيع عن انفصالهما.